باركين انا بارك في الدار مريح، عاد تبدات العافيه من اللور شي ناس حاطين تسبن ورايا، عاد تبدات العافيه صافي رانا بدينا نهزو ما نهزو، شدات فينا العافيه شدات فينا العافيه، هربنا وخلينا كلشي تقدا، كلشي مشى لينا، مشاو لينا فلوسنا ومشى لينا رزقنا، المحل كله فين كنعس المحل كلشي كلشي تحرك، انت تشوف راه ما عنديش فين نبات من دابا ما عنديش فين نعس. ماشي بزاف شي ساعة دابا تقريبا ولا ما عرفتش ساعتين بزاف اخويا السكنة هي رابت لينا السكنة هي السكنة رابت الفلوس مشات لينا تاهي تحرقات لينا الوثائق انا خرجت والله لابس نظارة طالبة من عند عطات لي هاد الرمية السبب هو العافية اخويا شدات كان شي تمن كان شي تمن ورانا وشدات فيه العافية شي تمن كان ورانا وشدات فيه العافيه هو اللي دار لينا خويا هاد الحاله انايا انايا بعد تحركت انايا راه عندي عندي عائله فيها ثمانيه ما عنديش فين نبات انا وكاين واحد الدري تا هو حدايا عنده براكه وهما شوف هذوك هما اللي نتمنى تحرق لهم وانت تشوف اخويا شوفوا من حالنا تشوف احنا تبع حالنا دابا راه ما عندنا من لا سكنه لا فلوسنا مشات لينا اين على الدس صنداله ما عندناش الوثائق مشاو لينا ورجع في الله اخويا مازال ما عرفناش كيفاش شعلات هاد العافيه ولكن دابا المهم هو خصهم يشوفوا كيفاش من حال هاد الناس هادو خصهم يساعدوهم ضروا بزاف لدرجه ان التقشيره هي الاخره ما خرجوش من الدارات ما يمكنش يعني انسان كان ناعس ما عليه ما بيه حتى غينوض زيرو صعيبه خاص شي تعويض ضروري للناس يشوفوا من حالهم ما يمكنش انت ناعس ما عليك ما بك تنوض تلقى لا الفراش لا مانطا لا بوطا لا والو كوزينه هانتوما كما كتشوفوا الحاله والو غير الارض بقات بحال ما كان حتى شي حاجه ومن هنايا تنطالبوا من الناس المسؤولين ومن السلطات اللي كتغادى على هاد البلاصه بزاف بزاف بلاصه سيدي موم القديم زنقه 14 اللي مهم دابا هو الناس خاصهم يتعودوا ويشوفوا من حالهم اخويا العافيه شدت في هاد الناس هادو راه كان شي بال ديال التبن على حساب الخرفان ديال العيد وداك الشيء شدت فيهم العافيه هاد الناس راه ساكنه عائله هنايا عائله على قدها تقريبا فيها وتتكون واحد ست الناس وسميتو راه من اليوم غيباتوا في الزنقه مساكن وهاد العافيه كون كان جات بالليل ثق بيا ما غيبقى حتى شي واحد في الحياه كلشي غادي يموت غير الناس دابا اجتمعوا هما اللي طفاو العافيه قبل ما يجي البومبيه تعطلوا بزاف هاد الناس خصهم يديروا معاهم شي حل صراحه والله تم اليوم غيباتوا في الزنقه ما عندهم فين يمشيو ما عندهم هنا فين ساكنين تقريبا واحد 30 عام ولا 20 عام هما ساكنين في هاد البرارك هادو دابا راه تحرق لهم كلشي اليابس والخضر ما بقات لهم حتى شي حاجه ما بقات لهم حتى من فلوسهم مشاو لهم حتى من حوايجهم ملابسهم الداخليه البوطه الاتات ديال الدار كوزينه كلشي مشى لهم من اليوم غيبقاو في الزنقه اخويا المهم كنتمنى من المسؤولين يديروا مع هاد الناس شي حل ويشوفوا من حالهم صراحه الناس راه كيعانيوا بزاف كيعانيوا بلا عافيه كيعانيوا في وقت الشتاء كيعانيوا في وقت البرد مع الدبين ديال بصح يديروا معاهم شي حل صراحه كانوا المسؤولين كيشوفوا هاد الفيديو يديروا معاهم شي حل